تعالى بقى نبدا نشوف السلايد دي، برضو بيحكي عن التكبير والتصغير، واحنا شفنا برضو التكبير والتصغير. طبعا احنا لما بنعمل تكبير بالانجليزي بنسميها ايه؟ التكبير زوم ان، يبقى التكبير بنسميها زوم ان، يبقى ان تكبير، عشان في ناس بتخطأ في الحته دي. زوم ان اللي هو التكبير، زوم اوت تمام تصغير، يعني انا ببعد عن الزوم. فهو بيعمل اوبتيكال زوم اللي هو التكبير او التصغير البصري، بيعمله باستخدام او بتغيير الفوكال لينس. الكلام ده احنا فهمناه، بيعمله ازاي؟ ان هو بيسمي الايمج دي بعدد معين من التكبيرات. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اكبر بنسبه صورتين، يعني انا لو عندي سايز اكس اسميه 2 اكس، ممكن اكبر ب 3 اكس، ب 4 اكس، ب 5 اكس. فدايما هتلاقي اللي عايز يقوله لك هنا ان التكبير، نسبه التكبير، لما تلاقي كلمه اكس معناها عدد التكبير، تمام؟ ده عباره عن حاصل قسمه البعد البؤري على البعد الاصغر للعدد. ثاني انا دلوقتي لما هروح الاقي في مواصفات الكاميرا، هاجي هروح على الزوم، هتلاقي الزوم ده مكتوب ازاي؟ ممكن يكون مكتوب 3 اكس، 5 اكس، 7 اكس، تمام؟ هنفتح ان شاء الله المواصفه بتاعت الكاميرا اللي هي تكنيكال سبيكس وهنشوف الكلام ده. هتلاقي قصاد كلمه زوم اهو، هتلاقي كلمه زوم كده، زوم، ومكتوب قدامها كده 10 اكس مثلا. انا عايزك تعرف الاكس، الاكس دي هي عباره عن نسبه التكبير، تمام؟ الاكس هي عباره عن نسبه التكبير. يعني هو جاي يقول لك اهو، مثال لو انا عندي كاميرا عدستها مجال البعد البؤري بتاعها، البعد البؤري احنا قلنا خلاص ده بيعبر عن اللينس، العدسه، تمام؟ 9.5، بيتغير من 9.5 مللي لحد 43. يبقى مين اللي بيتغير دلوقتي؟ اللي هو الفوكال لينس. هنا الفوكال لينس احنا قلنا بيتغير، اللي هو المسافه بين الايمج سنسور والعدسه نفسها. لو كانت ثابته كان هيبقى رقم واحد بس، 10 5 8 وهكذا. احنا دلوقتي عايزين نقول نسبه التكبير دي هنجيبها ازاي؟ قال لك والله في فوكال لينس بيتغير من 9.5 ل 134 مللي. طبعا انا لسه قايل من شويه ان كل ما يكون النسبه دي كبيره بتدي لك نسبه ان انت تكبر وتصغر اكبر، بيبقى الرينج بتاع الزومينج اكبر. فهنا بيقول لي والله انا لو قسمت حاصل قسمه البعد الاكبر على البعد الاصغر، يعني لو قسمت بالبلدي كده 143، اقسمها كده وانت قاعد 143 على 9.5 دي، تمام؟ يبقى انا هيديني نسبه التكبير بتاعتي تقريبا هتطلع 15. انا هنا عشان اقدر اقول نسبه الاكس الخاصه بالعدسه، خلي بالك لما اجي اقول العدسه بتقاس بالمليمتر، خلي بالك معايا البعد البؤري ليه قيم بتقاس بالملي، اما الزومنج بيقاس بعدد مرات التكبير. ركز معايا، طب عدد مرات التكبير دي، ان العدسه دي في الموبايل مكتوب عليها 2 اكس، 3 اكس، 5 اكس، جايه من فين؟ جايه من اكبر ملي ممكن تتحركوا العدسه على اصغر ملي ممكن تتحركوا العدسه. المثال بتاعنا كان في عدسه اهو البعد البؤري بتاعها بيبدا من 9.5 لحد 134 ملي. يعني ايه؟ يعني كل المسافه دي اهي في الرسم، كل المسافه دي، المسافه دي اهي احنا شايفاها بين ده وده، لما انا بعمل زومنج بالعدسه اللي هي دي الاسم بتاع العدسه، بلف العدسه بترجع لورا او بتطلع لقدام، فبيتغير المسافه الفوكال لين. تغيير هذه المسافه، تمام؟ في المثال بتاعنا قال لك والله اقرب مسافه كانت 9.5 بينها وبين الايمج سنسور، وابعد مسافه 134. فانت من خلال تغيير هذه المسافه تقدر تعرف نسبه التكبير او التصغير اللي تقدر تعملها العدسه. بعد كده هندخل على موضوع الديجيتال زومنج اللي انت كنت بتعمله مانيوالي، بتغير البعد ده عشان تحصل من اكس مثلا سي لحد 10 اكس، هنعمله ديجيتالي. ديجيتالي يعني هنعمله ايه؟ برمجيا باستخدام السوفت وير. خلاص يبقى ده النوع الديجيتال زومنج. فاحنا عرفنا التكبير والتصغير اللي هو الزومنج، وعرفنا الاوبتيكال زومنج اللي هو التكبير والتصغير البصري، وبعد كده رحنا داخلين على الديجيتال زومنج.